آخر كونتاكت حصل ما بين الطيارة وما بين برج المراقبة كان الساعة حوالي 2:30 صباحا، وبعد كده الطيارة فقدت على الرادارات. في حوالي الساعة 2:50 دقيقة حصل شوية محاولات لمعارضة. ليس مستبعدا أن يكون الحادث إرهابي، فالطائرة حطت في مطار شارل ديغول، ومعلوم أن فرنسا تعرضت لحادث إرهابي كبير منذ شهور، وسقط أكثر من 200 فرنسي قتيلا في توقيت متزامن، فلما لا يكون تسلل إرهابي مثلا أو استخدم موظف أو عامل في المطار ووضع عبوة بتايمر أو بمؤقت وتم تفجيرها في الجو بعد إقلاع الطائرة بنحو ساعتين.